مباراة الأهلي وماميلودي سانداونز في دوري أبطال أفريقيا في الجولة الرابعة. لكي تشاهد المباراة ما عليك فقط الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضيف لهذه المباراة ملعب ساكر سيتي بجوهانسبورغ بجنوب أفريقيا. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون كالتالي: في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات، والساعة الثانية بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس. أما بالنسبة لقنوات النقل لهذه المباراة: قناة بين سبورت 3 الناقل الحصري لهذه المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي تتوصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم موعد في موعد قادم.